مفيد، انظر إلى بيض الذكور التي كانت قد وضعتها الملكة، وهذه الحضنة الآن ولله الحمد. هذا الإطار الأول، وهذا من الطرف الثاني. سوف أريك الإطار الثاني أيضا، أيضا وضعت به حضنة بالشغالات، وهو الآن حضنة مغلقة. وعذر عن التصوير لأن التصوير بيد والعمل بيد أخرى. هذا طبعا من الطرف الثاني، هنا أيضا حضنة بعد أن ظننا أن هذه الملكة لا تضع بيوض الشغالات. وهذه هي الملكة، هذه هي الملكة أخي مفيد، هذه هي الملكة إذا كنت تراها. أصبحت من الطرف الثاني، هذه هي الملكة ملقحة ولله الحمد. نريك أيضا أخي مفيد الإطار الثالث، وأيضا قد وضعت به الملكة بيوض شغالات، وهو الآن أيضا حضنة مغلقة ولله الحمد، وحضنة تعتبر جيدة نوعا ما. انظر أخي مفيد، انظر الطرف الثاني، انظر إلى الحضنة. هذه هي الخلية أخي مفيد، تلقحت ولله الحمد، وأمورها الآن جيدة جدا. ونتقدم بالشكر لك أخي مفيد على النصيحة الثمينة التي قدمتها لنا، وجزاك الله عنا كل خير. أخوك أبو عبد الرحمن من سوريا.